عايزينك توجه رسالة للاعبين والجهاز الفني. والله الرسالة الوحيدة اللي تم توجيهها ليهم انهم يبقوا رجالة، بس زي ما هم طول عمرهم رجالة، وزي ما طول عمرهم بيحافظوا على اسم النادي الاهلي، وزي ما روح الفانيلا الحمراء موجودة على طول في كل الماتشات، فتكون برضو موجودة في الماتش ده، لان ده ماتش مهم جدا. مش بالضرورة خالص فكرة الصقر يعني للمباراة اللي فاتت يعني، بس اعتقد ان كمان الادارة هنا عملت حاجة كويسة جدا، انها ودتهم بدري، خدوا على اجواء، بقى لهم دلوقتي 5 ايام موجودين هناك او 4 ايام، ولسه قدامهم يومين كمان. الحمد لله ما فيش اصابات، معلول كويس وكل الناس كويسة، فاتمنى ان شاء الله باذن الله انهم يبقوا رجالة، واتمنى من ربنا التوفيق ان شاء الله. في البدايه طبعا يعني لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله جدا، مباراه هتكون صعبه جدا قدام منافس قوي جدا، لكن احنا كلنا يعني عندنا ثقه في لعيبه النادي الاهلي لعيبه رجاله، والمواقف اللي قبل كده اثبتت الكلام دوت. انا شايف ان لعيبه النادي الاهلي يعني يمكن في لعيبه خبرات تقدر ان هي تعبر يعني سان داونز، بجانب طبعا وجود مستر فايلر يعني بيمتلك خبرات طبعا. يمكن شفنا الفتره اللي فاتت مستر فايلر يعني تاقلم بشكل كبير جدا، وقدر ان هو يتعامل في مباراه الذهاب يعني بشكل كويس جدا، وقدر ان هو يواجه الحرب النفسيه اللي بيقودها ميوسيماني مدرب سان داونز. فانا شايف ان شاء الله يعني فريق النادي الاهلي وسكواد النادي الاهلي الحالي مع مستر فايلر يعني ان شاء الله قادر ان هو يعبر عقبه سان داونز. ممكن توجه رساله للاعبين والجهاز الفني؟ ان شاء الله لعيبتنا رجاله قوي، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه هناك في سان داونز باذن الله. احنا كسبنا شوط وناقص شوط تاني، وان شاء الله نعمل نتيجه كويسه ونتاهل بيها وناخد البطوله دي ان شاء الله. عايزينهم يبقوا رجاله في الملعب، يلعبوا ويدوا كل اللي يقدروا يدوه، عشان الجماهير ما ترجعش لبيوتها زعلانه، اللي هيتفرجوا في اي حته وما يناموش زعلانين. عايزينهم 11 راجل في الملعب، واللي على الدكه كمان يشجعوهم، ايا كان التشكيل كلنا واقفين في ظهرهم، بس المهم نتاهل وناخد يعني نصعد الدور الجاي. انا اوجه لهم ان هم باذن الله يبقوا في اكتر تركيز، يفرحوا جمهورهم، يفرحوا مجلس ادارتهم بكابتن محمود الخطيب، يحطوا كل الجمهور الاهلي قصادهم، يعوضونا بطوله افريقيا باذن الله السنه الجايه. العب يلا واكسب في الكوره احنا الاسيان، اوجه رساله بان هم يبقوا اتكلنا عليهم الشعب المصري، يعني 99% بيبقى اهلي، فاتكلنا على الله وعليهم بان هم يجيبوا لنا احلى نتيجه نشوفها في الماتش الجاي، وان شاء الله ربنا يا رب يقف معاهم. هو في الاول في الاخر ماتش مهم، انا عارف ان احنا بنركز في كل الماتشات، بس يعني محتاجين ناخد بالنا من التغييرات عشان نتجنب الحاجات اللي بتحصل في اخر كام ماتش، ونفتكر بس الماتش بتاع السنه اللي فاتت، علشان محتاجين سكور بقى غير ال 2-0 اللي احنا عملناها في ماتش الذهاب يعني. فالناس فعلا مستنيه الماتش ده، ومستنيه اداء كويس بره الارض علشان نعوض اللي حصل قبل كده. ما هي مش تحسب طبعا كده، بس في الاخر ويعني في الاول في الاخر كل اهلاوي بيفكر بالمبدا ده، انه احنا خسرنا هناك بنتيجه كبيره، فلازم نعوض ده هناك برده في المره اللي جايه. انا بس نفسي يكسبوا، لان هم الجمهور لما بيوقف قاعد بيتفرج عليهم او قاعد في الاستاد بيبقوا يعني عايزين اللعيبه تاكل النجيله عشان عايزينهم يكسبوا كده، فلما بيخسروا الناس بتتضايق جدا، يعني انا بتضايق جدا لدرجه ممكن اتعب او كده. حلمك ملهوش نهاية، انت بتلعب للأهلي، اياك تنسى الأجيال. تحبي تقول ايه للعيبة والجهاز الفني قبل ماتش سان داونز؟ شدوا حيلكم، احنا معاكم، خليكم رجالة. الأهلي بيكسب طول عمره بره أرضه، ما تلعبوش على تعادل ولا فرق جون ولا الكلام ده. احنا املنا كبير في الاهلي، وان شاء الله باذن الله يكون عند حسن ظننا ان شاء الله. البطوله كلها في الماتش اللي جاي باذن الله، يعني عشان كمان نعوض الماتش اللي فات، وصفقات جديده كمان بتاعت الاهلي زي اليو وبادجي، يعني كان باين قوي
في مركز الهجوم بالذات، فان شاء الله الماتش الجاي كده نظبط الدنيا يعني ناخد الماتش الجاي ده ببطوله يعني. احب اقول لهم بالتوفيق ان شاء الله، وطبعا مستنيين من كل مكسب زي كل مره، ومستنيين روحكم الرياضيه العاليه واخلاقكم العاليه، ان هم يكونوا على قدر المسؤوليه، وان هم يفتكروا روح الفنانه الحمراء، ان احنا بنلعب على البطوله ما بنلعبش على غير الفوز. التعادل ده بالنسبه لنا خساره، ان احنا نفتكر دايما ان احنا ابطال افريقيا، اكبر نادي في القاره، عندنا اكتر بطولات، ان احنا لازم نوصل، ان احنا خلاص احنا في الفاينل مش السيمي فاينل، دي محطه، وان احنا نركز في الماتش ده.